وصلنا منطقة إيتاوان من أشهر المناطق اللي موجودة في سيول. تعتبر منطقة إيتاوان من المناطق الشعبية في كوريا، ولكن من أشهر المناطق اللي موجودة في سيول عاصمة كوريا. طبعا أغلب سياراتنا حنا جاية من كوريا، فعلشان كذا السيارات الكورية سبول من اليسار، ما هو مثل تايلاند وماليزيا. منطقة إيتاوان من المناطق الشعبية المشهورة هنا في كوريا، وأكثر ما تشتهر فيه الأكل والملابس والمناطق الحلال اللي موجودة هنا. تدري أن الجامعة الوحيدة اللي موجود في سيول موجود بهذه المنطقة، والسفارة السعودية الوحيدة موجودة بهذه المنطقة، وأغلب الأكل الحلال موجود في إيتاوان، فعلشان كذا هي واحدة من أشهر المناطق اللي موجودة في سيول. يلا نستكشفها يا حبيبي. المنطقة هذه من أكثر الأشياء اللي تشتهر فيها اللي هو وجود الأجانب في هذه المنطقة، وحتى الكوريين تحصلهم بهذه المنطقة أكثر انفتاحاً لأنهم متعودين على الأجانب وعلى السياح، لأن أغلب السياح يجون لهذه المنطقة. وهذه صديقتي الجديدة أنيا سيو. أول مرة أشوف بي ام زي كذا، شوف أشياء غريبة تحصلها هنا في كوريا. الله يجميل طوكيو. الواضح أن هذا المكان فقط للبس الياباني. Where is it for men? Can I see the Japanese place? Japanese clothes, yes, right? Yes. And how much? 3,000. في هذا المحل اللبس الياباني، إذا حبيت إنك تلبس اللبس الياباني تستأجر أو تتصور فيه حصلت هنا. هذا لبس الشباب، أغلب اللي موجودين هنا اللي هو فئة الفتيات، ولكن كل أبوهم يستحون هنا بشكل كبير. Can I take picture with you, sister? Okay. Sorry to bother you. الله شوف المحل. أنا يا سيو. Can I take a look? المكان هذا عجبني مرة صح. أم ساميدا. والله. شوف شكل الدباب رهيب يا أخي. هنا بكوريا تحصل أشكال غريبة. طبعاً المنطقة هذه من الأشياء اللي تشتهر فيها اللي هي الملابس، ملابسهم صراحة جميلة وأنيقة وأسعارهم لا بأس فيها. لفنة تحصلها بكل مكان حول العالم. هذا الأشياء الجميلة في كوريا، كأنه حليب بالموز ولكن طعمه جميل جدا، في منه فراولة في منه موز. فجربت الموز، أجرب الفراولة. أكثر الأشياء تميز فيها إيتاوان اللي هو محلات الحلال، هذه بقالة كاملة حلال. السلام عليكم. How are you brother? Good. الحمد لله. شوف هذه بقالة حلال واللي فيها مسلمين، أغلب الأشياء اللي فيها حلال بعد. ما شاء الله سجادات صلاة. أنتومي يا الله. أنا ما أقدر أعيش بدونك. أنحبس. أوتيس. والله من زمان الأندومي يا أخي. تمر عجوة.
باكستان زندہ باد برادر دبئی سعودی عربیہ سعودی عربیہ ماشاءاللہ مکہ مدینہ لائک اینڈ سبسکرائب مائی برادر ہی کیم فرام آل دی وے فرام سعودی عربیہ تھینک یو سو مچ السلام علیکم السلام عليكم. How are you brother? كان عندك فيديو brother من اليمن؟ والله والنعم كيف الحال؟ طيبون ان شاء الله؟ هنا جميع انواع ثياب، ثياب اللي من زمان ما لبستها صار لي تقريبا شهور ما لبستها، حتى ثياب النوم تحصلها. قرآن الحمد لله. سبحة. الله يعطيك العافية يا مختار. شكرا جزيلا يا غالي. انا بروح المسجد عاد بعد اذنك. في امان الله. ما شاء الله يا كثر مطاعم الحلال هنا. شوف هذا مطعم حلال ايضا من مطاعم الحلال. شوف هذا بعد مطعم حلال حلال. شوف هذا مطعم ثاني بعد حلال. اذا جيت هذا الشارع تحس انك داخل شارع العرب، كل شيء حلال وكل شيء. السلام عليكم. How are you brother؟ اغلب الفئات او اغلب الجنسيات اللي تحصلهم هنا باكستاني، مغاربه، يمني، وعرب من جميع المناطق واتراك ايضا، ولكن الشارع هذا دخلته تحس انك داخل شارع عربي، مطاعم، محلات، كافيهات، كل شيء بالعربي، حتى الناس وجوههم مالوفه عليه. الأشياء اللي تميز فيها إيتاوان إنها فيها المركز الإسلامي في سيول، هذا أكبر جامع موجود هنا في سيول. أنيو باكستان؟ نو بنغلاديش. ما شاء الله. السلام عليكم. How are you brother? Good. Fine. طبعا هذه مدرسة الأمير سلطان الله يرحمه، وسمعت إنه اللي بنى هذا المسجد الملك فيصل الله يرحمه. ماني متأكد المعلومة هذه ولكن سمعت عنها. طبعا المسجد هذا انبنى سنة 1967 ويسوون فيه محاضرات باللغة الكورية والإنجليزية والعربية، وصار مثل المركز اللي يجون الناس علشان يتعرفون على الدين الإسلامي من هذا المركز أو هذا الجامع، الجامع الإسلامي في مدينة سول. طبعا أنا مع صديقي محمد علي سجابد from بنغلاديش. ما شاء الله. محمد يقول لي هنا في سول في أكثر من 20 مسجد، ولكن هذا هو المركز الرئيسي للمساجد كلها في سول، المركز الإسلامي للمساجد. Thank you brother so much. Okay, best of luck. Sweet Arab, good luck. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الآن وقت صلاة المغرب. الحمد لله. إذا جيت هنا تحس حالك بين إخوانك مع اختلاف الجنسيات واللغات، ولكن يبقى الدين واحد. شوي طلعت من المسجد وقابلت صديقي شريخان من أوزباكستان، درس 6 سنوات في كوريا وتخرج قبل سنة وتوظف وما أعجبه حياته، الحياة الوظيفية، وقدم استقالته وبعد أسبوعين راح يسافر حول العالم. I will put his channel in the description, so follow him. ومش إن شاء الله like you will begin and you will like don't stop until you achieve your dreams. طبعا هو قدم استقالته من الوظيفة علشان فقط يبدأ يسافر حول العالم، يحب السفر بشكل كبير جدا ووده انه يترك اثر طيب قناته على غيره، فراح يبدأ بعد اسبوعين وراح يبدأ بالفلبين، وانا راح اكون باذن الله بالفلبين هناك بعد اسبوعين. Thank you شريخان. Thank you very much. And now we will go to eat halal food. Yeah, in town. Halal the best kebab in town. In Itawan. In Itawan. This is Gay Hill, I told you. This yeah. area and also halal, every halal food is on this side. Ah, mashallah. And this side is we call Shaitan Street. Shaitan Street. Because it's all about clubs. Ah, you know, like this way. This way. Let's go this way. Okay. So we call this Shaitan Street. Ah, okay. We call this Halal Street, but some people call it Gail Hill because okay. all halal food is on this side. Hey, subhanallah, yeah, halal. Yeah. And our mosque is in this side. Yeah. Now which way? Like so now? So we go this way to go back to kebab. Thank you. طبعا هذا واحد من أشهر المطاعم التركية اللي موجود في تايوان.
نصحني فيه صديقي شريخان، راح نجربها الآن. طبعا شريخان والله ما قصر معي، عزمني على مطعم تركي دجاج، تختار العصير اللي تبيه، وهذا المطعم من أشهر المطاعم اللي موجودة في إيتاوان. ومن هذا المكان الجميل لا تنسون اللايك، سبسكرايب، شير، وكونوا سعداء دائما. سلام عليكم.